ولزوخ اليوم اصطدم إذن بشكاوى عشرات المواطنين ببلدية باب الواد قلب العاصمة، والتي كانت محطته الأولى في زيارته الميدانية صبيحة اليوم. احنا اولاد باب الواد، شوف ساكن عند بابا، شو انا عندك في وجه ربي، عاوني في وجه ربي. انا ساكن في مولا بيت، وكان تخليني تقول لي واش نجيب في خبرك عندكم بعد. روح روح شوف مدام محمد، مدام محمد نعرف شفتها والله ما قلت لك بعد. الله هيا احنا شو الوالي يا سيدي الوالي.